السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض المكتبة دي. لما تحب تعمل اي نوع مكتبة انت عاوزها، اول حاجة بتعملها بتشوف الجنب بتاعك مقاسه كام الاول. الجنب بتاعي مقاسه 3.30 متر. معاك جنب كبير زي ده، مطلوب ان انت تعمل المكتبه من الاول للاخر ومن اول وزره السيراميك للسقف. طب تنسقها ازاي؟ بكل سهوله، بتجيب نص الجنب الاول، اسيب فراغ الشاشه اللي انت عاوزه، اختار فراغ الشاشه اللي يعجبك. انا بالنسبه لي هسيب 1.40 متر للشاشه. عملت فراغ الشاشه على انه 1.40 متر، اقيس من العلام بتاع النص 70 يمين و70 شمال زي كده. حددت الفراغ بتاع الشاشه، ابدا احدد الرسمه بتاعتي. الرسمه عباره عن ايه؟ علبه او عمود او ضلع 10 سنتي. بالنسبه لمقاساتي انا عملت الفراغ 32.5 سنتي، عشان بعد ما يقفل هيصفي معايا على 30. المربع المقطوع هيكون مصفي معايا على 30 سنتي، وبعد كده العشرة الضلع اللي واقف، بعد كده 32.5 فراغ، بعد كده العشرة الضلع الاخير بتاع المكتبة. يعني قست من النص 70، ابدأ اقيس بقى 10 العلبة، 32.5 الفراغ، 10 العلبة، 32.5 الفراغ، 10 العلبة الاخيرة. كده الجنب بتاعي خلص. نفس اللي عملته في الجنب ده هتعمله في الجنب ده. الحد الاخير بتاع الشاشه تبدا تقيس لبره للخارج، 10 العلبه، 32.5 الفراغ، 10 العلبه، 32.5 الفراغ، 10 العلبه. طب لو انت الجنب بتاعك اصغر شويه هتلم مقاساتك شويه، ما ينفعش تصغر في دول، لان 10 سنتي علبه حلو قوي كده. هتصغر اكتر من كده ايه؟ يبقى اصبح اول حاجه ال 10 سنتي العلبه ما تقلش عن كده، ما تقلش في ال 10 سنتي. طب فراغ العلبه 32.5، مناسب. لو اقل من كده هيبقى شكله وحش ومش مناسب. حلو قوي ان الفراغ يبقى 30، مناسب للشغل او للجنب بتاعي. طيب عايز تقل او تضيق، هتضطر ان انت تقل من الفراغ بتاع الشاشه. لو انت الجنب بتاعك اصغر من كده هتضطر تقل في الفراغ بتاع الشاشه، وطالما قلت في الفراغ بتاع الشاشه يبقى هتركب شاشه صغيره. بص يا فنان، هتعمل ايه؟ هتجيب الميزان الليزر بتاعك، تفتح القعده بتاعته وتحطه مكانه كده، واول حاجه هتعملها هتفتح عدسه الشرب اللي هي بتدينا الخطوط المستقيمه الموزونه. تمام. يحيى قاعد يقلب في الخطوط، اختار الخط الطولي اللي هو ايه بتاع العدسه الجانبيه. طبعا احنا واخدين جميع العلامات بتاعتنا، يعني واخدين العلام بتاع نص الجنب بالظبط. يعني احنا حددنا الفراغ بتاع الشاشه الاول بالظبط، بعد كده العلبه العشرة بتاعتنا، بعد كده الفراغ ال 32، العلبه العشرة، الفراغ ال 32، العلبه العشرة، وكده الجنب بتاعنا انتهى. قسمتها بالقلم وبالمتر وحددتها. ده العلام بتاع نص الجنب. تمام. اوجه الميزان بتاعي، يعني احركه يمين احركه شمال، اوجهه على العلام اللي في نص الجنب. طالما وجهته على العلام اللي في نص الجنب بيروح مديك خط مستقيم عدل. تروح بالقلم بتاعك الرصاص واخد علام في الزاويه من تحت على الضوء بالظبط، تاخد علام بالقلم الرصاص برضو على الضوء بس من فوق. انت ومزاجك ممكن تجيب بقى خيط العلام وتبدا تفرد الخيط بتاعك، واحد يمسك من فوق على العلام، واحد يمسك من تحت، وتروح راسم او معلم العلام بتاع النص بحيث تشيل الميزان. طيب بالنسبة للمقاسات اللي هنا، في الحالة دي تمشي بالمتر بتاعك بقى تقيس، ما انت خلاص معاك خط في النص مستقيم، تمشي بالمتر بتاعك وتقيس. الفراغ السبعين، العلبة العشرة، الفراغ ال 32، العلبة العشرة، الفراغ ال 32، العلبة العشرة، تقيس من فوق وتقيس من تحت. عادي الطريقة دي حلوة وما فيهاش أي مشكلة. وفي طريقة تانية، ويحيى بيفضل الطريقة دي، بيحب يشتغل بيها، بيوجه الميزان يمين وشمال زي ما هو عايز لحد ما يجيب لي الضوء على العلام اللي أنا واخده هناك. يعني أنا كنت واخد مقاس لحد هنا، هو بيروح موجه لي الضوء عليه. تمام. بروح أنا نازل تحت بالقلم الرصاص واخد علام، واطلع فوق بالقلم الرصاص اخد علام على الضوء زي كده. بعد كده بيحرك الميزان بيوجهه على العلام اللي بعده، بروح نازل تحت بالقلم الرصاص واخد علام زي كده، واطلع فوق واروح واخد علام زي كده. يعني المقاسات دي انا واخدها، بلف الميزان بقى يمين وشمال بوجهه على المقاس ده، وبروح واخد علام من فوق ومن تحت ومن فوق ومن تحت لكل المقاسات بنفس الطريقه. فاللي انا عاوز اقوله لك بكل بساطه، يا اما تاخد علام واحد في النص تقيس من تحت جميع المقاسات اللي احنا قسناها دي،
وبعد كده ترجع تقيسها من فوق، يا اما العلامات اللي انت محددها في النص دي توجه ضوء الميزان عليها. رحت واخد علام تحت وعلام فوق، وجهت الميزان شوية، كذلك الامر علام تحت علام فوق، وتجيب بقى خيط العلام بتاعك وتبدأ توصل كل العلامات دي ببعضها. بص يا فنان، دي العلبة العشرة بتاعتي، انا عايزها في النهاية بعد ما تتعمل وتخلص خالص يبقى عرضها 10 سنتي. كده كده نقصت العشرة، بجيب قطعة من شريحة جبس، بدخل التخانة بتاعت اللوح، بجيب قطعة الجبس بتاعتي، العلام بتاعي اهو، احطها لجوه، بظبطها على العلام كده، واروح واخد علام بالقلم الرصاص من جوه زي كده. الزاوية بتاعتي تركب على الاتنين الداخليين، جبس لما يتحط على الزاوية كده من هنا ومن هنا يديك في الاخر 10 سنتي. وكده احنا خدنا كل العلامات الطولية بتاعت المكتبة، خدنا الطول كله خلصناه، نبدأ ناخد بقى اللي بالعرض. اول حاجة بتعملها بتشوف الشاشة بتاعتك هتبدأ منين. الطبيعي ان انت بتاخد 1.20 متر من السيراميك نفسه مش من الوزرة. اروح قايس كده 1.20 متر من اي مكان، واحد يقول لي ده المكان ده مش موزون، ده هنا واطية، ده هنا عالية، ماليش دعوة، انا هو مجرد علام واحد محتاجه اللي هو ايه 1.20 متر. اروح واخد 1.20 متر واروح واخد علام. العلام 1.20 متر ده يا احمد بتاع ايه؟ العلام 1.20 متر ده علبتين الكهرباء اللي هيبقوا ورا الشاشه، تاخد منهم دش ونت وتليفون وحاجات زي كده. يعني بتتخيل ان في هنا علبتين كهرباء، بس الطبيعي ان هما بيتعملوا على ارتفاع 1.20 متر من السيراميك. الشاشه هتركب ازاي؟ هتركب نصها فوق ونصها تحت، بحيث علب الكهرباء تكون مستخبية في الظهر. يعني انا وجهة نظري انا عايز اسيبها لنفسي متر معايا مناسب، بحيث الشاشة تركب ويفيد فراغ فوق وفراغ تحت. فانا محدد مثلا على 1.20 متر عملت علبتين كهرباء كده بشكل نظري، ممكن من 1.20 متر انزل 30 سنتي لتحت، وقيس من 30 اطلع بقى المتر بتاعي الفوق واخد علام. هبدأ اخد من 30 بتاعتي وابدأ انزل لتحت. هنزل لتحت كام؟ العلبة اللي هنا 20 سنتي، وسبت فراغ 40 وعشرة تحت اللي هتبقى فوق وزرة السيراميك. وجيت فوق من اول نهاية الشاشة بتاعتي، اخدت العشرة اللي انا عاوزها، بعد كده سبت الاربعين اللي انا عاوزها، بعد كده العشرين الاخيرة اللي فوق. ابدأ افتح الميزان بتاعي واخد اي خط عدل، فتحت عدسة الشرب، اطلع وانزل براحتي لحد ما جبت على اول علامة انا عايزه اللي هو علام العشرة سنتي. هو كده كده مديني ضوء، اروح هناك في اول الجنب اخد علامة، واجي هنا في اخر الجنب اخد علامة. كده انا حددت العشرة سنتي بتاعتي. طب عاوز احدد الاربعين الفراغ اللي فوقيها، اجي من نفس الضوء اقيس من الضوء من تحت واطلع لفوق 40 واخد علامة، اخد من الاربعين واطلع فوق العشرين اللي انا عاوزها، وابدأ اوصل العلامات دي ببعضيها، بحيث الشاشة تبدأ من اول علام ده وتطلع لفوق المتر بتاعنا. ابدأ بقى احدد من فوق العلبة العشرين، بعد كده الفراغ الاربعين، بعد كده العلبة العشرة سنتي اللي انا عاوزها. اقيس من العلام ده لحد الخط الموزون، اشوف المقاس ده كام، واروح اقيسه هناك واقيسه هنا، وابدأ اشد خيط. دي كده العشرين بتاعتي، الخيط ده كده موزون ومظبوط. اخد منه وانزل الفراغ الاربعين، بعد كده العلبة العشرة. وكده حددنا الفراغ بتاع الشاشة 1.40 متر بالعرض ومتر في الطول فراغ. طبعا الجنب اللي هنا متقسم على انه 3 علب. وجهة نظري كده انا اخلي العلبة دي والعلبة دي يكونوا منتهيين مع نهاية الشاشة، بحيث يبقوا قد بعض، والفراغ اللي هنا اقسمه نصين، بحيث يبقى الاتنين دول قد الاتنين دول، وفي نفس الوقت الواحد منهم اكبر من ده، وكذلك الامر هناك، الاتنين دول قد الاتنين اللي هناك، والواحد بس منهم اكبر من ده. الاربعة دول قد بعض والاتنين دول قد بعض. عادي بقى بتقيس بالمتر بتاعك، كده كده معاك خط مستقيم ومعاك خط مستقيم، تقيس بالمتر بتاعك وتروح حاطط العلبة العشرة. نفس الكلام بتقيس بالمتر بتاعك وتروح حاطط العلبة العشرة في النص.
فكرة التقسيم تاني اللي بقولها لك في كل فيديو بتنفعك في كل شغلك. قست مثلا جنب من هنا لهنا يطلع زي ما يطلع، طرحت منه العلبة اللي هتتعمل اللي هي العشرة. طيب اقسم على كام؟ هقسم على اتنين لانها تديني فراغين، وتمشي تقسم. الناتج اللي طلع من القسمة العلبة بتاعتي اللي هي العشرة، الناتج اللي طلع من القسمة كده الجنب بتاعي اتقسم. كده ما فاضلش معايا الا الجنب ده والجنب ده، هو عباره عن هيبقى مستطيلين اتنين كبار. انا بحاول انسق الموضوع بخيالي، الجنب ده مفروض احط فيه ضلع واحد، ما انا مقسمه ان واحد صغير واتنين قد بعض. عادي بوجهه نظري ممكن اجي في النص ما بين المربع ده والمربع ده واروح حاطط العلبه بتاعتي هنا في النص. المفروض ان المنطقة دي جاية فلات، مقفولة فلات، فانا هحاول اعمل فيها فراغ بدل ما تكون مقفولة فلات خالص. والمنطقة اللي تحت دي انا هخليها مربع واحد كبير، وهمسح طبعا العلمين اللي في النص دول اللي هنا واللي هناك بحيث يبقى مربعين اتنين كبار. هبدأ دلوقتي اعلمها لك بالقلم التقيل عشان شكلها يوضح النهائي. دلوقتي انا رسمت المكتبه كلها وخلصتها، تشوف انت عاوز تبرز بره الحيطه قد ايه. انا بالنسبه لي انا هبرز بره الحيطه 15 سنتي، بس الحيطه بتاعتي هنا مش عدله، يعني فيها حتت طالعه ونازله، فانا هاخد بعد عن الحيطه تقريبا 13 سنتي وهاخد علام، فانا واخد بعد 13 سنتي عشان اقص الزياده. طيب بالنسبه لحد عاوز اكتر من كده براحتك، عاوز 20 يبقى تقيس بالمتر من على الحيطه 20 وتاخد علام. بص يا فنان، زي ما قلت لك اخدت البعد بتاعي اللي هو ال 13 سنتي ورحت واخد علام بالقلم الرصاص. اجيب الميزان بتاعي زي كده وابدا اوقفه في المكان اللي يعجبني، عاوز هنا ماشي هنا ماشي، كده كده انت هتوجهه يمين وشمال تمام، وتفتح عدسه الشرب، هتشتغل على العدسه الجانبيه بتاعته اللي بتديك خط جانبي، توجه الميزان يمين وشمال زي ما انت عايز لحد ما توجهه على العلامات اللي انت عاملها او على المقاس اللي انت عاوزه. ظبطته على العلام زي كده، هو اوتوماتيك بيروح راسم لك الاربع جناب لان هو 360 درجه، وتلاقيه ماشي على الجبس، تلاقيه مديك خط في الجنب، وتلاقي الخط ماشي على الارض تمام وطالع فوق. يبقى ده كده البروز النهائي بتاعي للمكتبه، بروزها خارج الحيطه. اخدت علام من تحت في البدايه وظبطت ضوء الميزان عليه، اطلع فوق في الاخر واخد علام واجيب خيط العلام بتاعي واوصل العلام ده ببعضيه. الميزان مظبوط وشغال، اداني الضوء على العلام اللي انا كنت واخده، طلعت بالقلم ورحت موصل العلام كله لحد نهايه الجنب فوق، ورحت ماشي على السقف زي كده، وكذلك الامر من الجنب ده. الخطوة الجاية هي اننا نبدأ بقى نركب الزاوية بتاعتها.
اول حاجه عملتها مشيت بالمتر بتاعي، خدت جميع المقاسات اللي بالعرض وركبتها. الخطوه الجايه هي ان انا اوزنهم واشيل منهم الزياده. طيب اوزنهم ازاي؟ انا عندي زاويه في الجنب موزونه والجنب التاني فيه برضو زاويه موزونه وعدله، بجيب خيط العلام واحد يمسك على الزاويه اللي هناك واحد يمسك على الزاويه اللي هنا، ونعلم بخيط العلام كل الاجنبي او كل الارفف دي، واقطع الزياده بحيث كلها تتوزن تكون مساويه الزاويه اللي هنا والزاويه اللي هنا. يعني احنا ركبنا الحاجات اللي بالعرض وزناها قطعنا الزياده، اركب بقى الارفف اللي بالطول اوزنها ازاي؟ ما ده لما يتقطع وده لما يتقطع هيكون ده موزون زي ده. هجيب خيط العلام احطه على الجنب كده واروح معلم الاجناب اللي بالطول، اشيل برضو منها الزياده. بص زي ما شفت كده بظبط الخيط على الزاويه من هنا وعلى الزاويه من هنا، وبروح معلم الخيط زي ما انت شفت كده، بيروح مديني كل العلامات دي. بشيل انا بقى القطع الزياده دي، تقطعها خالص. عملت الجنب ده، تعمل بقى كل الاجناب دي بحيث تشيل كل الزياده اللي فيها. بص يا فنان، رف بالعرض زي كده موزون ورف بالعرض زي ده موزون، طب اعمل ايه؟ اجيب قطعة زاوية او مسطرة او اي حاجة مستقيمة، وممكن خيط العلام ينفع برضه، وتبدأ تحطها كده على الجنب الموزون من فوق ومن تحت، وبالقلم الرصاص بتاعك وتروح واخد علام كده، والزيادة اللي زي دي تشيلها بحيث الاجناب الطولية تكون اتوزنت مع الاجناب اللي بالعرض. وجنب زي ده كذلك الامر، احط الزاويه كده واخد علام بالقلم الرصاص وتشيل الزياده دي. تعمل الحركه دي في كل الاجناب الطوليه اللي احنا ركبناها. كده خلصنا كل شرايح الجبس بتاعتنا كلها موزونه كعرض وكطول. الخطوه الجايه هي اننا نركب الزاويه الخارجيه على شرايح الجبس. Thank you.
بجيب شوية معجون وبثبت كل المناطق اللي عليها الشاش، وبعدين بقى أبدأ معجن. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، ولو عجبك الفيديو ياريت تشترك في القناة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.